البيت جيدا ويهيئوا من الان فابريس اونداما، انما قمه استغراب. وكما شافني لاعب محترف مر تقريبا سنوات طويله في الدوري الفرنسي، جنب فريق اماراتي، اليوم ثاني ظهور له في الدوري المغربي، ودائما كاحتياطي ربما يدخل ضمن مفكره المدرب توشاك. انطلقت المقابله، ليركي يتوصل، الحسنيه تمتع، وارضيه جميله جدا لمركب رياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. ومن جديد تشكراتنا للمدير الرياضي نهضة تملق الاحد، نسمي الاشياء بمسمياتها، وقلت لك في اكثر من مقابله، عشت مركب محمد الخامس بالدار البيضاء منذ سنوات، اصبح بحله قشيبه وجميله جدا، والفضل في ذلك للصيانه والمدير الرياضي وحكم سابق ابن وجده فريد المير، فتحيه له على هذا المجهود الخرافي. كره ليركي، شد الاكستيريور وتغطيه لامير العطوشي مباشره عند الحارس. غيابان وزنان في الوداد، القلعه الحمراء تشكو غياب السقا النقاش، افضل لاعب استرجاعي في الدوري المغربي كره القدم، ماشي هذه السنه. يمكن جا الوداد خدا واحد الصوره مشيعه، انما هو قبل ذلك كان يشتغل جيدا سواء بالجيش الملكي او بتطوان او كل فهم بالجديده. كره قادريه، محاوله المرور، انما كيف السبيل، كيف السبيل، والحكم يقول تماس، الحكم يقول تماس. تقريبا الانصار ديال الحسنيه يتواجدون في المكانه، هذا هو اللقب الشهير لقلعه الانصار ديال الكرين بويز وديال الالترات المناصره لفريق الرجاء البيضاوي. اذا ماذا سيحدث في هذه المقابله؟ هذا ياسين الكردي، لاعب سابق ابن الرجاء، ولاعب سابق للنادي القنيطري وفريق الجيش الملكي، اعطى الاضافه، اعطى الاضافه، وخصوصا في المكان ديال الطائر الايسر، عرف لاعبين كبار مروا من هذا المركز، مر منه العربي احرضان، مر منه سعيد الزموري، مشى العبيدي، لما التغطية ديال ياسين كردي، العبيدي، ياسين كردي، صراع ثنائي، العبيدي، وشوفوا كيفاش مر، شوف كاش كيروض ياسين كردي، يعني بتقنية كبيرة كيخرج كرة من مساحة ضيقة، كرة ودادية وتماس. قلت للطاهر أيسر من هذا الممر مر لاعبون كبار من الوداد، تذكر عربي حرضان، اتذكر سعيد السموري، اتذكر بن الشيخ، واتذكر المدفعي رشيد داودي. اليوم ياسين الكردي في سن الثالثه والعشرين يعطي الاضافه لفريق الوداد. صلاح الدين السعيدي، الحسن تلعب بدفاع متقدم، تابع الكره في الوسط، انس اصبحي كيقوم بالدور ديال لاعب النقاش في هذه المقابله. محاوله المرور، مشى كوني، فايمر، انما تغطيه جيده لمرابط رضوان، كره في الوسط، اسلوب سلس، مشى العبيدي، محاوله انطلاق يغير ويطرد خطأ، عرقله من الخلف، العبيدي والحداد وليركي والفتيحي، اربعه لاعبين عندهم امكانات كبيره على مستوى البناء الهجومي. اكبر لاعب في رقعه الملعب في هذه المقابله هو اللاعب الفتيحي هو فهد الحمادي، كلاهما من الحسنيه، انما كره القدم لا تقاس بالسن، تقاس بالعطاء وبالمردوديه وبتبليل القميص وبالاخلاق العاليه. كره اكاديريه، الحكم يؤشر لبربه، اعطاء التسعه ديال الامتار 15 سنتيمتر، مئات الانصار لا زالوا يتواجدون على الملعب، يمكن نعتبر الان تقريبا 20,000 متفرج على هذه المقابله. محاوله التنفيذ، محاوله تسديد، محاوله تسديد، انما بعيده، بعيده، مساحه بعيده جدا، زكريا السفيان اخطا الوجهه. بطبيعة الحال الوداد بعد مواسم عجاف، بعد مرحلة فراغ ربما طالت أو طال أمدها، وغياب كل تقريبا الجمهور السنة الماضية على اعتبار كانت مقاطعة الوينرز، وال 90% من باقي أنصار الوداد لم يكونوا راضين على ما يحدث بالفريق، فبذلك الذي أسرع به أو عجل بمغادرة عبد الله أكرم الرئيس السابق للقلعة الحمراء، ومجيء رئيس جديد ومكتب مسير جديد بإعطاء جذور وباستراتيجية جديدة. الشيء الذي دفع بالأنصار للعودة وبكثافة لمؤازرة هذا الفريق الكبير الذي لا أحتاج لتقديمه، على اعتبار أنه واحد من الفرق الكبيرة على المستوى الوطني والعربي والإفريقي. كرة أكاديرية، محاولة خرج كرة من مساحة ضيقة، مشات عند أوبيلا المهدي، هذا ابن أوبيلا اللاعب السابق سنوات الثمانينيات وإلى التسعينيات من القرن الماضي في فريق شباب محمدية. يا حسرة على شباب محمدية، شباب محمدية الفريق الخرافي الذي أمتعنا في السبعينيات والثمانينيات القرن الماضي، أين نحن من الجيل الذهبي لفريق الشباب اللي عطى لاعبين كبار، فراس، سيلان، لاعبون كرة المرمى الفريق، مشى 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 مشى، محاولة مرور،
انما اقفلت عليه الزاويه، اقفلت عليه الزاويه من طرف لاركي وباقي اللاعبين امامكم. ايفونا مالك، ايفونا بلدا بكاري كوني اخطا الوجه، انما كان محاصر ثلاثه ديال اللاعبين. قلت يحصل على فريق شباب محمديه، فريق اللي اصبح الان في قفص الهوات ويتعذب، يعني تتغير الاحوال. يعني نتمنى صدق عوده سريعه لفريق الشباب للتوهج الكره الولاديه. امير عطوشي جميله تمشي للممر ايمن، شريضه لهجوج يمر بالرابح، او تاكل ولكن مشروع، تاكل مشروع ما فيش خطا. المقابله منتعشه، نتمنى يجي هدف لهذا الفريق عوده. كنت نتعش المقابله مشاف الرابح بغى يمر، ولكن الحكم يقول ضرب خطا، الحكم يقول ضرب خطا، وغادي يجي بالتاكيد ربما الكوني مؤشرات عديدة، الكوني ولا سينفيد، الكوني ولا سينفيد. عادي الزرق، عادي الزرق. التحكيم بقدر ما يسعدنا الأداء الرائع لبعض الحكام، بقدر ما نتقزز ونشمئز من قرارات بعض الحكام. صراحة نقول صراحة الحكم بشر قد يخطئ، أقول وأكرر المرة المليون إن بعض الحكام بعيدون كل بعد عن يعني المستوى ويسيئون للعبة ويعكرون صفو الفرق، فبذلك يخدشون كبرياء كرة القدم المغربية. إنما هم قلة، لحسن الحظ هم قلة، ولا ننكر أبدا بالمجهود الكبير الذي يبذل من طرف اللجنة المركزية للتحكيم. ضربة خطأ ودادية هناك بالرابح والاختصاصي كوني لمن سيرسل، والحارس المجرب، الحارس المتمرس فهد الحمادي، هو فهد بالفعل في لقاءات كثيرة أظهر بأنه كبير. كرة للوداد، كرة للوداد، ماذا سيحدث؟ كل حسنية في الخط في الأمام مرمى الحارس فهد الحمادي، توجه أمامه الآن تقريبا 18 لاعب من الفريقين من محاولة التمرير، بغى يعمل مثلث، كان بده يعمل مثلث مع إيفونا، ولكن إيفونا تأخر باش يمرر لرضا لجوج. مشات جميلة، مشات عند النصير، هل يمرر جيدا؟ هل يمرر جيدا؟ إنما ارتقاء للعمراني، إنما الحارس كان يقظا. شوف المرتدات، شوف الكونتر اتاك، مرور، ما كاينش تسلل، ما كاينش تسلل، لا 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 لا. المقابلة مشتعلة، المقابلة مشتعلة، والحسنية قلت بأنه فريق لغز ماشي سهل، ما عندوش نجوم ولكن عنده معنويات عالية، معنويات عالية، وجاب لاعبين من القسم ديال الهواد. مشى الكونتر اتاك، الكرة للوداد، هذا باكاري كوني، مشى على الرجل ديال اليسرى، مشى ياسين كوردي، غير الوجه، تأخر كثير، تأخر كثير، تأخر كثير، ومنح الفرصة للاعبين الأكاديمي للاسترجاع. الكرة للوداد، زيدان من جديد، الوداد تسحب، الوداد زيدان رائعة، زيدا رائع. الأناس أصباحي، أظن أناس أصباحي لاعب الواعد وتدخل شرس، وقلت بأن فهد الحمادي هو فهد، فهد في كل المقابلات، والدليل 34 سنة هو الحارس الرسمي للحسنية. كرة للوداد، وأول زاوية، رضا الهشوش راضي عليه، راضية عليه أنصار الوداد، راضون عليه أنصار الوداد. الكرة مباشرة ضربة مرمى، يعني الدقيقة الثامنة المقابلة شعلت، الكونتر اتاك هنا وهناك، والحسنية جات هنا. هذه الفرجة، برافو، شابو، القبعة كاملة. وحنا في بداية المقابلة مدرب سكيتيوي في كل مقابلة اللي في هذا الموسم كيلعب بواحد الانفتاح، يمكن هو عنده أضعف وجهه، ولكن الرجل يمتع، الفريق يمتع في أكادير، في الملعب الرائع ديال أدرار، وفي كل ملاعب وطنية الحسنية تمتع. منذ قليل كان بإمكان الحسنية تفتتح في مقابلة مكرمة مفتوحة على جميع الاحتمالات. صحيح للوداد امتياز الارضيه والجمهور، ولكن حذاري من الحسنيه، فريق يشعل فتيل المقابلات. كره للحسنيه تمشي عند مامر ايسر، زكريا سوفان، شوفوا كيفاش نسل من الرقابه، محادثه الحداد خطير، لاعب تحت بيضاء سابقا يمر، شوف لاعب، شوف هذا اللاعب الحداد جا من قسم ديال الهوات من الاتحاد البيضاوي، الفريق اللي يمكن نقول يتعذب الان في الحي المحمدي، الفريق الاسطوري ديال بوأسا وديال نومير كريمو، اللعبه الكبار جابوا الفريق الحسنيه، وكاني به في القسم الاول هذا اللاعب الحداد منذ سنوات خلال، واحد من اللاعبين الجيدين في الدوري الوطني. كره للحسنيه، ارتقاء، برافو حمزه اوزار،
برافو حمزة أوزار، هذا حارس شاب ابن الوداد 20 سنة، ابن الوداد 20 سنة، في غياب الحارس الرسمي بدر الدين عاشور الذي يعود بعد غياب طويل بفعل إصابة، وغياب الحارس الآخر عقيد ابن سلا الذي أصيب في الوجه ويتمثل تدريجي للشفاء. تبادل الأدوار، تبادل المراكز، هذا بالرباح يمرر، يمكن قلت تمريرة تليفونية، أظهر الوجه التي سيمرر منها ضائع من جديد، لا يقول له حكم وصيله الكرة للوداد، محاولة المرور أظنها زاوية، أظنها زاوية، شوف هذا يعني لعب ما شاء الله بدنيا رهيب، هذا إيفونا مالك إيفونا، شوف من غير من الزاوية المستحيلة، زاوية مستحيلة، إنما شوف الحارس الواقف، شوف الحارس المتمرس من الزاوية، لو مشات الدوزيام بوطو للزاوية القائم الآخر ما غيتحاسبش الحكم الحارس، ولكن هنا قام الدور ديالو، والوينرز الوينرز واصل هذا الهيجان، طوفانه الأحمر، طوفانه الأحمر وراء الحارس، أحسن سند هذا الحارس شاد أوزال حمزة، والجمهور بالآلاف اللي رجع للمدرجات، مقابلة بلا جمهور وحتى مقابلة بجمهور دون هاد الهيجان بهاد الشيعات وهاد الهتافات، ماشي مقابلة في كرة قدم، سحر كرة قدم والجمهور، سواء للوداد أو الحسنية، حتى الحسنية شاهدنا فرقات كثيرة خصوصا المقابلة الأخيرة مع المغرب الفاسي، شوف فريق كيفاش رجع من 2-0، رجع من 2-0 بتعادل وفي واحد التايمين واحد التوقيت يعني استراتيجي المقابلة وممتع وأمتع أمام تقريبا 15000 متفرج، رضا الهجوج كما قلت أنصار الوداد راضون على عطاء هذا اللعب وباقي المجموعة، رضا الهجوج يمرر ارتقاء للعمراني، هناك الفاتحي، الكرة توصل للنصير، نصير لمن الحكم مشات عند العبيدي، شوف العبيدي وجن أيمن، إنما أصبح الآن ظاهر أيمن، هنا تبادل الأدوار، ازدواجية المهمات لهذا اللاعب أو ذاك، هذه نصيحة سكيتوي الذي يتابع المقابلة واقفا على غير عادته، عايته دائما جالسا هادئا، إنما يمكن اليوم كيحلم باش يفوز هنا في الدار البيضاء، إذا كان محقوق باش يحلم وحلم مشروع، هذا طموح مدرب، قلت طموح مدرب شاب مع مدرب يعني خاطر بكرة القدم بلغة كرة القدم اللي هو الطوشاك 64 سنة جالس هذا كيفكر في كيدون في مفكرته، العديد من العطاءات، كرة للحسنية، محاولة الصعود، تبادل كروي، فتح بالاكستيرير، إنما العمراني يقض في المكان المناسب، رضا مرار تمشي عند برابع، برابع مشى انطلق تأخر 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 لأن انطلق إيفونا، إنما التمريرة اللي تخرج في التايمين صحيح ما خرجت وضيعت الهجوم المضاد لفريق الوداد، القلعة الحمراء تبحث على الريادة، ونذكر الوداد تستأثر في المقدمة ب 24 نقطة، 6 ديال الانتصارات، 6 ديال التعادلات، وهزيمة واحدة، سجل الوداديون 19 هدف ودخلت مرماهم 10 ديال الأهداف، أبرز هدف للوداد السنة الحالية هو مالك إيفونا بخمسة ديال الأهداف إلى جانب الحافظي من الرجاء والمعاوي من أولمبيك أسفي، ورضا الهجوج كذلك من الوداد خمسة ديال الأهداف، يعني 50% من حصة التهديف حتى الدورة 13 في القلعة الحمراء هي للاعبين رضا الهجوج ومالك إيفونا، وربما الباقية تأتي لما يصعد ويأخذ حظه كاملا فابريس أوندام الذي كما قلت سيعض بالنواجد على الفرصة التي سيمنحها له في بداية الميركاتو بعد انتهاء الميركاتو على اعتبار أنه تهيئ جيدا مع الفريق ديال الأمل لمدة 3 شهور وهو الآن في كامل الجاهزية ليعطي الإضافة للوداد، هذا باكاري كوني صاحب الاختصاص في الكرة الثابتة، كم وراء هذا اللاعب، كم وراء هذا اللاعب، يمرر يتعطش للهدف، أمين الطوشي يتعطش للهدف، يمشي رأسا غادي يمشي عن باقي الدكات بدلاء، كما قلت كوني فنان، كوني فنان، ما كرميش كلام على عوينه، سنتراش مليمتر في سنتيمتر، تشعل المدرجات، يشعل مركب رياض محمد الخامس، والطوفان الودادي مزهول منتشي مسرور بالذي فعله هذا الفتى الوعيد، المكان صعب صعب تأخذ الرسمية في الوداد، وطوشاك تهية وغاضب سكيتوي، ربما على التغطية الدفاعية هنا الضعف ديال الحسنية، الضعف ديال الماركاج ديفونسيف ضعيف عند الحسنية، هنا الارتقاء، شوف جوزات كل لاعبين ضربة رأسية عرضية وباغت الحارس فهد الحمادي، وربما الهدف أثار حفيظة المدرب عبد الهادي سكيتوي، طوشاك تهية متقدم بواحد صفر، كرة أكاديرية تمشي عند الحداد، وشوف كيفاش شمر، شوف كيفاش شمر، شوف قنطرة صغيرة، لاعب هادئ، لاعب هادئ، وخطأ لنصير
وخاطئ عليه نصير. ونذكر ذكر طاهر ايمن في الوداد الطوشة امامكم 64 سنه لاعب باريس سابقا 40 مره دولي منتخب بلاد الغال وشاور تقريبا 14 سنه فريق الشياطين الحمر ليفربول ومن بعد ذلك عرج على الدوري الاسباني وكمدرب كذلك مر من فرق كبيره من بيسيكتاش ودرب الفريق الاسطوري فريق ريال مدريد. درب ريال مدريد وجي الوداد يعني كل ما كانش مقتنع طوشاك بان الوداد فريق كبير وقال ذلك الصحافه قال جئت للدار البيضاء لثلاثه اشياء، جئت للمغرب من اجل ثلاثه اشياء، احب المغرب احب الدار البيضاء كمدينه وتابعت الوداد عبر اشرطه فتيقن بان بالفعل فريق الوداد فريق كبير بالتاريخ وبالالعاب بالالقاب بالشمور العريض. فبذلك هو الاغلى اجرا انما كقيمه فنيه هو اضافه كبيره لكره القدم الوداديه والمغربيه لانه غادي يكون مثابه يعني ريفيرونس مرجع بالنسبه لباقي المدربين لينهلوا منا مفكره الرجل وماذا اعطى الرجل على امتداد 36 سنه كمدرب. كره للحسنيه الحداد في التنفيذ الوداد في المراقبه ارتقاء شوف شوف حمزه اوزان شوف حمزه اوزان اعطى الحكم لافونتاج 5.50 متر حارس واحد يعني باش طلع من الفريق ديال الامل ودخل فريق الوداد هو حتى الصف الاول ويعطيك مدرب ثقه تلعب هنا ثقه مدرب هنا وقال في وسائل الاعلام قال طوشاك حمزه اوزان حارس واحد ومنحته ولم يحمله ابدا المسؤوليه في الهزيمه باسباب قال طوشاك حمزه لولا حمزه لانهزمت الوداد اكثر من جوستر. شوف المعنويات يا مدرب كيفاش كيرفع معنويات اللاعب يعني مع ارواحك يا طوشاك هنا في جدل وفي نقاش مع باقي التقنيين الكبار لا يستصغرون الزملاء الكبار لا يستصغرون الزملاء وش الذي ينطبق على المدرب كبير طوشاك كره للحسنيه تمشي عند كوليبالي المعار من الرجاء هذا اللاعب المالي المعار من الرجاء لفرق الحسن موسم واحد هذا امامكم مالك ايفونا كوليبالي مرر تمشي للممر عند العبيدي العبيدي لعب دورين اليوم لعب جوج ديال الادوار جناح مزور هو اصلا جناح ولكن كيميل للظهير الايمن الكره الحسنيه تمشي عند محمد طاووس من حتى سكيتيوي اقدم على بعض تغيير استراتيجي ربما هذه اراؤه الخاصه واختياراته الخاصه على اعتبار هدفه بادي اوك اللي عنده اربعه ديال الاهداف بادي اوك اللي عنده اربعه ديال بادي اوك اللي عنده اربعه ديال الاهداف يجوز اليوم على غير الاهداف في دكه البدلاء كره المسترجعه تمشي عند كوني يمروا جارد الهجوم جارد الهجوم انما فات كان يقظا خروج موفق للحارس الاكاديري المقابله تصل الدقه 17 الواك الوداد تقدم ب 1-0 هدف العطوشي كره لرضا العبيدي محاوله المرور ياسي الكردي في المراقبه مباشره لضربه مرمى مباشره ضربه مرمى نمشي ونعرج ونقول نذكر من جديد بالامس الكوكب في تزحف بصمت وتزحف بهدوء بدون بهرجة الكوكب في المقدمة بعد فوزه بالأمس بملعب حارتي بمراكش 1-0 أمام دفاع الحسني الجديدي بعد قليل والآن بالرباط الفتح تواجه أولمبيك أسفي غدا مقابلة شبه محلية ما بين اتحاد سمر خميسات والنادي القنيطري نذكر مقابلة أخرى تدور هذا اليوم بمدينة الحسيمة ما بين شباب ريف حسيمي وجيش ملكي غدا النادي القنيطري بالخميسات أمام اتحاد سمر خميسات شباب خنفرة المغرب التطواني النهضة البركانية في قمة الدورة أمام الرجاء بمدينة بركان والمغرب فاز يستضيف أولمبيك خريبكا سعيدي كان الاصطدام سعيدي كان الاصطدام مع اللاعب الأركي أما الاصطدام عفوي ما بين اللاعبين في مقابلة يمكن نقول مشتعلة نشيطة وصور جميلة للوينرز صور جميلة للوينرز لكان ممكن زميلي بماول لروعة المشهد يعني هذا سكيتو امامكم يفكر في الحلول في مستقبل هذه المقابله امام خصم عنيد وخصم كبير ونحن نشاهد هذه الاعاده الهدف الوحيد في المقابله الذي موه الحارس فكره كانت رائعه اللاعب العطوشي راسيه ارضيه باغتت الحارس وغلطت الحارس وبهذا الهدف متقدم الوداد فيما انصار الوداد يواصلون ترديد الاهازيجهم الخاصه واناشيدهم التاريخيه الاف اذا ما نقول ملايين من انصار هذا الفريق يتغنون بهذا الفريق المرجعي وانصار الحسنيه
يعني بالرغم الهزيمه يواصلهم الاخرون وراء مرمى حارسهم فهد الحمادي تشجيع الفريق. برافو الانصار الحسنيه تحملوا مشاق السفر، جمهور رائع للغزالة السوس يؤازر لان النتائج كتجر الجمهور الملعب كما بغات تكون المسافه، النتيجه كتجر الجمهور الملعب كره القدم. هل يواصل؟ ربما عنده ربما اصابته لن تسمح له بالمواصله. امامكم عميد فريق الوداد محمد بن رابح، ربما يعني مشى عنده مدرب سكيتيوي في حركه رائعه، حركه رائعه سكيتيوي يعانق محمد بن رابح. روح رياضه كبيره سكيتيوي، شوف الروح الرياضيه، شوف الروح الرياضيه، يعني المدرب يعني اللي صراحه هنا يعني لما الانسان تيترقى ترتقي بالاخلاق فكي تجر الانتباه واش اللي حصل منذ حين ما بين سكيتيوي وبالرابح. فوقت يكون تغيير اضطراري، تغيير اضطراري في القلعه الحمراء للوداد. دخول كمال شافني، يعني كما يقال مصائب قوم عند قوم فوائده. يغادر العميد بالرابح ويدخل الشافني في ثاني ظهور له، ولاعب محترف ولا غادي يدخل الان. ماذا سيقدم هنا؟ يمكن هذه فرصته، يمكن هذه فرصته. انا كما قلت المكان غالي في الوداد. دخل كمال شافني تحت عاصمه التصفيقات، سنعاين ماذا سيقدم. هو لاعب مهاري، لاعب مهاري، هل تخلص من الرواسب النفسيه على اعتبار انه قال بانه جاء للوداد يلعب كرسمي ولن ينتظر دكات ولا لا؟ سنعاين ماذا سيحدث. اول لمسه لكمال شافني يمر لكوني، كوني الوسط جميله تمشي مسترجعه مسخرصه في الوسط، مثلث جميل للحسنيه حول المرور عبيدي، كوليبالي عرضيه، تغطيه جميله من ياسين بلما العطوشي، العطوشي للحارس حمزه اوزال، حمزه اوزال ارسال لمن؟ هناك كوليبالي حرا طليقا مستخلصا من طرف الاصباحي، لاعب كثر شباب كيلعبوا اما رسميين او لاعبين احتياطيين. نذكر العطوشي انس اصباحي، هادو لاعبين الشباب وانتفتارض الهجهوج، ثلاثة لاعبين واخرون في دكة البدلاء من القسم الشبان او الامل، ايوب قاسمي، زكريا المترجي، ونعيم اعرب. هنا تدريجيا ولا زالت عيون طوشاك تطارد جوج او ثلاثة لاعبين اخرين في فرق الامل. وقال طوشاك تدريجيا امامكم نقاش الغائب الكبير في هذه المقابلة، وقال تدريجيا سيمنح لهم فرصة للاستئناس مع أجواء الكبيرة داخل القلعة الحمراء التي تعيش تحت الضغط. الفرق الكبيرة دائما هكذا تعيش تحت الضغط، والنتائج الإيجابية هي التي تجر الجماهير في المدرجات. ارتقاء ياسين كوردي، كرة في طريقها صلاح الدين السعيدي، يرجع العطوشي باللمسة الواحدة وبدون مركب نقص وبدون تعقيدات. مش عارف كما شافوا مشى الشافني مرر كوني، كوني مرر، ولكن تدخل الدفاع، تدخل الدفاع، زكريا سفيان يتدخل، زكريا سفيان يتدخل، كما شافيني تابع الكرة ومعايا بكاري كوني توغى الوسط، مشى بكاري كوني انما الحارس، انما الحارس يلتقط لانه كان عنده اصطدام لعب كوليبالي. الكره الاكاديريه، محاوله الصعود، محاوله الصعود، وسط لعب زكريا سفيان يمر جميله الفاتيحي امام اليوم سكيتيوي واقف لم يبارح، يعني واقف منذ بدايه المقابله عكس تماما طوشاك على اعتبار انه يعني هو الاخر يعيش تحت الضغط، يريد ان يتخلص من هذه النتيجه ويخرج الفريق للواجهه باش يمشي ليشق ركوب المرمى الحارس حمزه اوزال. ونذكر بالنسبه للحسنيه فريق يعيش يعني طاق لاعبوه او ضاق لاعبوه درعا بفعل تاخر توصل بمكافاه اللقاءات الاخيره واجزاء مهمه من يعني العقدة السنوية، العقود السنوية. هذا يرخي بدلاله على الجانب النفسي للاعبين، انما تحية لهم. يواصلون المقابلات في انتظار الفرج الذي قد ياتي قريبا او لا ياتي، ولكن لا اظن ان المسؤولي الحسنية ستأخرون كثيرا لان اللاعبين لهم مسؤوليات عائلية واشياء عديدة على مستوى الحياة اليومية تتطلب مصاريف مهمة، انما لان كثير من اللاعبين قوتهم اليومي او مهنتهم الرسمية هي كرة القدم، وكرة القدم اليوم اصبحت تدر ارباحا مهمة. يعني نترقب
ماذا سيحدث؟ هذا وليد قرطي ابن خريبكا في حركة سخينية، ربما قد يكون تغيير آخر. لعنة الإصابة تطارد فهد أثناء لعب فرق الوداد، ربما صلاح الدين سعيد والآخر هل يواصل أم لا؟ سنعين الجواب الصحيح عن طبيب فرق الوداد، عن طاقم طبي فرق الوداد. هذا نصير أمامكم طاير أيمن، لاعب سابق للمغرب الفاسي، كرة للحسانية تمشي عند الحداد، لاعب مهارات مهمة. إذا مشى هذا اللاعب بهذه الإمكانيات وخلى رجله فوق الأرض كما كنقولوا بلغة كرة القدم، يمكن يكون عنده شأن، يمكن يكون عنده شأن. هو القادم من فريق كما قلت أصبح فريق يعني يعاني الأمرين، هو فريق اتحاد بيضاوي. هنا اقتناص لاعب مهاري ولكن بإمكانيات بسيطة، هو الشيء اللي كينطبق على اللاعب الحداد. كرة للوداد، الإيقاع المقابلة نزل نسبيا، نص الدقة 25، تبادل كروي والحسنية تلعب بشكل حلزوني، تتمدد وتتقلص حسب استراتيجية فريق الوداد. هنا الحسنية كترجع الآن تسعة ديال اللاعبين الإبقاء فقط على الفاتحي المخضرم في الخط الأمامي، تمشي عند باكاري كوني، الكونترو صحيح يمكن يمرر، لا لاعب إمكانية مهمة. شوف 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 ماشي أي لاعب، يمكن بالصورة تبان الحركة سهلة إنما هي على درجة عالية ينتقل. شوف كونترو أوريونتي، شوف كونترو أوريونتي وبياسة أخرى، إنما الحارس يقيد، الحارس يقيد. فهد الحمادي العلامة الكاملة، العلامة الكاملة. مشى رضا الهجوج، مشى رضا الهجوج، رضا الهجوج. زاوية ثالثة، زاوية ثالثة. نذكر بأن رضا الهجوج ولاعب آخر في الوداد ينتمون لفصل الوينرز. هنا الحب المترسخ لهؤلاء اللاعبين في القلب، حب الوداد مترسخ في القلب. رضا الهجوج زاوية ثالثة للوداد من نفس المكان، كل حسني أمام مرمى الحارس الحمادي. رضا الهجوج يمرر، ارتقاء اللاعبين. صلاح الدين سعيدي مشي عند كوليبالي، كوليبالي صعيبة، مشى 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 العبيدي. إنما تغطية جيدة للاعب ياسين كردي، تغطية جيدة لياسين كردي، الكرة مباشرة للتماس، تماس فريق الحسنية. إيقاع يتأرجح ما بين المتوسط والسريع، المقابلة بين ارتفاع المستوى والعودة للمستوى المتوسط، فيها الاستراتيجية التكتيكية التي ينهجها المدرب. كرة للحسنية تمشي عند ليركي في الوسط، تبدو كرة مع العبيدي يمرر. الحسنية تلعب بأسلوب سلس، الحسنية تلعب بأسلوب سلس، وحكم المقابل حتى الآن موفق، عادي الزرق حتى الآن موفق فيما تأكيد الميركاتو، وهي فرصة للمدربين لاستقطاب ما يمكن استقطابه والسرح ما يمكن سرحه. لما تأكدوا بأن السوق سوق اللاعبين يمكن نقول جافة وفارغة، أين هو اللاعب الجاهز؟ أين هو اللاعب الجاهز؟ ندرة ندرة، إن بقول شح كبير، واللاعبين اللي كما كنقولوا بلغة كرة القدم فيهم شوية ديال الضوء كيتم احتفاظ بهم الفرق ديالهم. هنا خص الأندية تشتغل، الأندية تشتغل وتعطي المواهب، يعني نقولها بفرصة الدوري المغربي كرة القدم صباح كيفتقد المواهب واللاعبين الموهوبين اللي كيمتعوا كرة القدم. كرة ودادية، مشى رضا الهجوج، كونتر اتاك خمسة اللاعبين، مشى الهجوج تأخر 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 وغرق في اللاعب الفردي وضيع الفرصة للاعب. خمسة لاعبين مع ثلاثة، وبالرغم ذلك لم يصلوا أو لم يقتربوا لمرمى الحارس. هنا طالبة لاعبو الحسنية بضرب جزاء على اعتبار كرة لمست يد المهاجم كما شافيني، ولكن الحكم قريب من العملية لم يؤشر عن أي شيء. كرة للوداد محاولة المرور ولكن مراقبة جيدة للاعبين الأكاديميين. الحكم يقول ضربة خطأ، الحكم يقول ضربة خطأ ضد لاعب كما شافيني. كوليبالي في التنفيذ، كوليبالي في التنفيذ للحسنية، توجيهات متواصلة من المدرب سكيتيوي الذي يطلب من اللاعبين إخراج كرة منتصف الملعب، هو يصر على إخراج. من حقي ذلك لانه ربما شعر بتخوف اللاعبين من يعني الاستقاطه الوداديه، يصر بل يلح المدرب سكيتيوي على اللاعبين للتقدم لمنتصف الملعب. كره للوداد، شاف باكاري كوني، شاف باكاري كوني، ولكن تغطيه رائعه، تغطيه رائعه للظهير الايسر زكريا سوفيا. يعني نديه كبيره، نديه كبيره ما بين اللاعبين. طبيعة الحال أكبر غيابات كما قلت غياب النقاش وغياب كذلك يوسف رابح. الوداد افتح الفرصة هذه السنة للمواهب الشابة لأخذ مكانتها الرسمية تدريجيا ضمن الفريق الأول. محاولة صعود إنما ياسين كردي في المراقبة، يتولى الآن مراقبة الجناح السريع العبيدي لواحد من اللاعبين المتميزين في الحسنية في بطولة الموسم، برز بالموسم الماضي مع المدرب مصطفى مليح، وهذا الموسم مع المدرب عبد العزيز كيتان، عنصر مهم ورسمي تطلبه الدول العديد من الفرق المغربيه
والأنصار سواء للحسنة والوداد يواصلون الهزيز في المدرجات، ونحن نترقب هدف آخر سواء للوداد أو للحسنية، كرة للحارس حمزة أوزار، حمزة أوزار يمرر تمشي عند رضا، رضا جوينا الوسط جميلة الوسط تمشي عند أنس أصباحي، أنس أصباحي بس يعمل يمكن أرجع بالكاب بل يفضل رضا بشات 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 بالفعل يمكن يفوت إنذار، يمكن يكون جزاء إنذار، ولكن من حسن حظه من حسن حظه الحكم لم يعني عنه أي شيء. كرة للحسنية، كرة للحسنية، هذا المرة رضوان تبادل كرة في المنطقة الخلفية، إرسال كرة في طريق صلاح الدين سعيدي توصل عند الأصباحي، تبادل كروي لما تلعب الوداد أسلوب سلس كيلعبوا كيوصلوا بأقصى سرعة ممكنة للمرمى، كيوصلوا أقصى سرعة ممكنة للمرمى، شافيني للأصباحي، أصباحي في الكرة مباشرة مباشرة للحارس فادي حمادي، نزل إيقاع المقابلة نسبيا، نصل للدقيقة 30، الوداد متقدمة بواحد صفر أمام الحسنية في قمة الدورة 14 للدوري الوطني لكرة القدم. الوداد طبيعة الحال هذا هو حال كرة القدم، البعض يغادر والبعض يأتي والبعض الآخر يأتي، الوداد غادر كل من الخالقي والولجي لفرق جيش ملكي، زهيد مشى الشباب الريف الحسيمي، مراد المسن التحق بشباب المسيرة، وعبد الرزاق المنصفي على الرجاء على فريق اتحاد المنف النساء، هذا الهجهول يمرر فكرة جميلة مشى ايفونا، لما تغطية مهمة لفريق حسنة أكادير فيما يعني يمكن نقول الآن تخوف كبير بدا كيدب اللاعبين ديال الحسنية، هاد التمرير ديال المدافع أمامكم من أكاديري المدافع زكريا سفيان أثرت حافظة المدرب، زيدة قوية لإيفونا والحارس فهد الحمادي مرة أخرى فهدا داخل الخشبة الثلاث، داخل الخشبة الثلاث يقظا، فيما الوداد تبحث على الهدف الثاني ربما تأمن النتيجة، الكونترو غير صحيح، الكونترو غير صحيح لإيفونا، إيفونا أيام قليلة وسيحرج على مدينة ليبروفيل الكابونية، سيلتحق بمنتخب بلاده للاستعداد للعرس الإفريقي القادم المنطلق 17 شهر القادم بغينيا الاستوائية. سؤال آخر يطرح في القلعة الحمراء، كوني لاعب الدولي الإيفواري وجهت له الدعوة الآخر إنما ضمن المجموعة المسلحة المسلعة التي أعلن عنها الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، هل سيكون من ضمن 22 الرسميين أم لا؟ هذا هو السؤال العريض، إنما حتى إلى مشى إيفونا سيترك فراغ، ولكن إلى مشى كوني كيلعب آخر غيصعد مش غيصعد ولكن كيترقب الضوء الأخضر في هذا الميركاتو اللي هو الكونغولي فابريس أونداما، واحد من اللاعبين الذي يحبهم كثيرا أنصار الوداد والشاق لهم اشتاق له أنصار الوداد، ولعب فابريس أونداما هداف من طراز الرفيع ولاعب مهاري، بالتأكيد سيتم تضحية بأحد اللاعبين، ومؤشرات عين تقول بأن جوستافو الأرجنتيني سيغادر القلعة الحمراء، سيغادر القلعة الحمراء فيما نسجل غياب فال السنغالي لاعب مهاري دخل في أكثر مناسبة أعطى قيمة مضافة حول السدين، إنما اصطدمت برجل الفتيحي مستخلصة، وهذا مرة من ياسين كوردي، هذا مرة من ياسين كوردي، دائما المقابلة منتعشة مفتوحة لجميع احتمالات، والوداد أفضل على مستوى تهديد المرمى، ضربة خطأ للحسنية، ضربة خطأ للحسنية وقريبة قريبة من المرمى الحارس الشاب حمزة أوزان، قلت الوداد غادر لاعبون ذكرتهم سابقا واستخدمت آخر، بلال الصوفي لم يأخذ مكانه بعد لما كان رسميا في نادي القطري، جا الوداد لعب دقائق قليلة ودقائق قليلة، جا الشافيني، جا ياسين الكردي، جا صلاح الدين سعيدي وجا النقاش، يعني انتدابات يمكن تكون ماشي 100% كلها صائبة ولكن 90% منها في الوداد أعطت النتيجة، ضربة خطأ خطيرة جدا، ضربة خطأ خطيرة جدا، وهذا الماتوني ورد الماتوني أمامكم واحد من أقدم اللاعبين في صفوف الفريق كيحمل رقم 5 وقرب منه لاعب العبيدي، كرة صعبة، أربعة لاعبين وداديين في الجدار، الماتوني العبيدي مازال ينفذ، مازال ينفذ الحارس حمزة أوزار خدام مكانته الطبيعية، محاولة تبريد ضعيفة،
ضعيفه 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 وضعها للحسنيه. اعداد بناء من المنطقه الخلفيه تمشي من جديد عند رضا الهجوج. رضا مزيف هذه مره تبينه جميله، ما كاينش تسلل، مشى ما كاينش تسلل، يمكن الجسم ما كاينش تسلل، على اين تاخر الحال المساعد الاول لرفع الرايه امامكم، يعني تاخر تمريه كانت رائعه ديال رضا الهجوج. بالتاكيد زميلي نور ديبا معاود لما ياتي الوقت المناسب سيعيد هذا المشهد. كره للحسنيه عبد الحفيظ ليركي ابن الحسنيه، عاود تزيد الاطار مرمى في واد وتزيد في واد اخر. اذا كان ممكن زميلي اعاده المشهد نشاهد التمريره العرضيه التي اعلن خلالها الحكم حاله تسلل للكابوني مالك ايفونا. يعني واحده من النقط التي تثير الجدل في هذه المقابله ومن اسعر القرارات بالنسبه للحكم اعلان ضرب جزاء وحاله الشوط. القرار يتخذ ثانيتين، يقدر يصيب الحكم يقدر يخطا، الحكم كيبقى بشر، كيبقى بشر وفوق طاقتك لا تدرك. كره للوداد، تبادل كروي تمشي عند العطوشي مسجل هدف واحد في المقابله، ونحن متعطشون للاهداف الاخرى للحسنيه وللوداد لمتعه العين ادفع عطش الانصار والمحبين والمتيمين، ليس فقط للوداد والحسنيه ولكن لانصار كره القدم. كره للوداد، مشى رضا الهجول يمرار الزاويه الرابعه. هذه الكره الملعونه يعني تثير حافظه الجميع، هي بالفعل ملعونه لانه تثير تعصب حافظة الأنصار خصوصا في حالة هذه، ولكن كانت تبقى مشوقة. هي تتراقص بين أقدام لاعبين وتتعذب كثيرا بين أقدامهم، إنما تمنحنا في آخر مطاف المتعة، تمنحنا روعة المشاهد وروعة الأهداف وروعة المراوغات. فبذلك هي الرياضة الأكثر شعبية في العالم، هي اقتصاد الآن كرة القدم في العالم الآن، هي فرصة ولكن اقتصاد. قبل كرة القدم هي اقتصاد، تدير الملايير من المداخيل، ولكم في الأندية الكبار لأوروبا تسير بميزانيات عملاقة، لأن حتى الآن بعض المصادر تقول يعني ميسي مثلا أو رونالدو إذا طلب ويده في إيطاليا أو في إنجلترا يمكن السقف يوصل 200 مليون أورو. لكم أن تتصوروا هذا فضل الإعلانات والإشهار والترويج والدعاية للعديد من المواد التشميلية وشركات عملاقة اقتصاديا، لكم أن تتخيلوا هذه الأرقام الفلكية أين وصلت كرة القدم، أين وصلت كرة القدم. إن مقابل ذلك مداخيل بالملايير بالنسبة للأندية الكبيرة على المستوى الأوروبي والعالمي. كرة للوداد تمشي عند أناس ضائعة في الوسط، تنزل عند محاولة المرور نمال بيونافولي كوليبالي ياسين كوردي من جديد يرجع من حالة تسلل، انما بالفعل رجع من حالة تسلل مالك ايفونا. الوقت يسحب بسرعة، نصف الدقة 36 نضيف طبيعة الحال للوداد هذا الأسبوع تمرن في غياب واحد مجموعة من اللاعبين على اعتبار كيتواجدوا في المنتخب الوطني الأولمبي، من ضمنهم الهجوج القاسمي وليد القرطي محمد السعيدي وغيرهم من اللاعبين. هذا يعطي الانطباع بأنه لا خوف على الوداد، القلعة الحمراء محصنة، والآن العودة من جديد لي يعني تفريغ اللاعبين والمواهب، لأن فرق ديال الأمل ديال فرق الوداد يدرب الآن اللاعب الكبير السنغالي، واحد من يمكن نعتبره من أفضل أربعة اللاعبين أجانب مروا في الدوري المغربي لكرة القدم عبر التاريخ، موسى نضاو بعد سنوات من المجد في القلعة الحمراء في تسعينيات القرن الماضي يرجع للقلعة. وبحب كبير قال بأن موسى نضاو كيساعدوا اللويسي المدافع السابق للوداد، قال موسى نضاو جئت للدار البيضاء لأني أموت حبا في هذه المدينة، أعشق هذه المدينة وأعشق الوداد وأعشق أنصار الوداد، وأقدم ولو جزء بسيط مما قدمته الوداد. هذا كلام جميل جدا لموسى نضاو الذي أعطاه مسؤول الوداد صلاحية كبيرة لتأطير فريق الأمل وصعود لاعبين مستقبلا للقلعة الحمراء. كرة للحسنية، تمريرة عرضية، ارتقاء، ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ تأخر الحكم وكأنه أراد يقول أنه ليس هناك هدف، إنما الحسنية توقع التعادل، توقع التعادل، والمسجل المسجل محمد طاووس. قلت الحسنية قادرة أن تبغت الوداد في أي لحظة، فرحة لا توصف لأنصار الحسنية. ماذا حدث بالضبط؟ المتابعة كانت رائعة للحارس حمزة أوزان، وانتجاه للأنصار، تمريرة عرضية، ارتقاء للطاووس، رأسية جميلة كانت متابعة للحارس، إنما تجاوزت الأملة، صعب جدا أن أجسمها، إنما أشاهد المشهد من جديد، رأسية
يعني ولكن هنا الحكم رائع الحكم عادل رزاق لماذا زرق لماذا تاخر واحد 3 ثواني حتى شاف المساعد الثاني صعد المنتصف على بعد صعد لما نقدر نقول الان تاكيد انا هو اللي كان اليني كان في خط متوازي ومتساوي مع الحارس الشاب حمزه اوزان اللي يمكن نقول الله غالب هذه العباره لانه تبع الكره ورتاه يمكن نقول انتحر الكره انما نظن تجاوزات لصلاحيات الحكم اللي اقر مشروع الهدف حتى اللاعبين الوداد ما احتجوش على الحكم روح رياضه كبيره وغزلت ثلث تعود في النتيجه تستيقظ من جديد وقلت بان المقابله فوق صفح ساخن وربما لا تحتمل القسم على 2 الحسنيات تناقش المقابله اوبيل المهدي ترمومتر الوسط يمرر تمشي عند ليركي لا بل الحسنيه تلعب باسلوب سلس الوداد الان رجعت للاسيستنت ستاتيك يعني الفريق كيلعب واحد النسق تكتيكي وقف يعني ينتظروا ما تيكون في الفرق الحسني شوف الحداش شوف الحداش اش كيعمل شوف الحداش كيعمل لاعب مهاري ما كرميش كمال الكلام على هواهينو كل واحد عطاو حقه جا من قسم ديال الهوات من الاتحاد البيضاوي انما تيخلق العجب العجاب في الممر الايسر واظهر ذلك منذ بدايه الموسم حتى الان يعني هنا عيون المسكيتوي يطلب انتداب لاعب من قسم هوات فهو يعرف ماذا يفعل يعرف ماذا يفعل كثير 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 من المواهب كثير من المواهب كثير من المواهب كثير من المواهب يمكن نقول ضايعه بهذه العباره ضايعه في احسن ديال الهوات هم افضل بكثير من اللاعبين اللي كيمارسوا في القسم الاول او الثاني يلزم هنا الدور ديال المدراء التقنيين والمنقبين ومش اي واحد يمكن ينقب على لاعب كره قدم مش اي واحد يمكن ينقب على لاعب كره قدم هنا الكره تجاوزت خط المرمى بضع سنتيمتر بالرغم ان غير واضحه ولكن الحكام كان يعني في خط متوازي مع الحارس واقر مشروع هدف والدليل وان الوداد لم تحتاج يعني على العين المقابله ممتعه المقابله ممتعه العمراني خاطئه شوف كونتر اتاك شوف كونتر اتاك مشى 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 صعب 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 الكونتر اتاك الحسنيه صعبه الكونتر اتاك حسنيه صعبه شوف 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 يعني يمكن نقول الان استيقاظه فريق استيقاظه فريق الكونترول من جديد مشى للتغطيه لكوليبالي تمشي الممر الايمن عند الماتوني يغيمر العبيدي جمال العبيدي يتوصل الحسنيه رجعت في النتيجه ورجعت في المقابله الفريق ما كيركنش الدفاع الشابو القبعه كامله لفريق الحال فريق يمتع فريق يمتع فريق يلعب واقعيه ما كيركنش الدفاع انا يعني نقول بهذه العباره لا احب المدربين الذين يحولون الفريق لقلعه ليحولوا الفريق لقلعه او مشى او اسوار عاتيه لا نحب كره القدم يمكن كيفكر المدرب في لابريم في المكافاه اكثر من كيفكر نحقو هذا ولكن حقنا حتى كمتفرجين او كمتلقين او كمعلقين نتمتعوا بكره القدم نتمتعوا بكره القدم وبروعه كره القدم واهداف كره القدم وبمهارات كره القدم انا نقول كفى كفى من الخطط العقيمه كفى من الاسلوب الرتيب كفى من اساليب مرضيه عنيفه اما تتقل لاعبين او اختلاق احداث او دخول في اشياء غير رياضيه كفى من هذا كره الحسنيه انما الحارس الحكم يقول هناك خطا في عدد الوداد يعني المدرب كان عنده راتب والان رواتب محترمه جدا للمدربين حتى اللاعبين حقا طلبوا يقدموا لنا فرجه يقدموا لنا فرجه باسلوب يعني يكون يعني في حركيه في جماليه في اداء هو الشيء اللي كيحصل في هذه المقابله ولما قلت في المقابله القبعه الكامله للمدرب سكيتيوي انا لا ارمي بالورود انا اسمي الاشياء بمسميتها مدرب اظهر وليس هذا الموسم ولكن حتى موسم سابقه انه كيلعب اسلوب سلس اسلوب مهاري والدليل انه بهاد اللاعبين يمكن نقول كثير 90% منهم مغمورين انما كيعطيو المتعه وكيعطيو الفرجه والدليل متعدي نرجعوا في النتيجه مع الوداد واين بالمركب الرياضي محمد خالد بالضربة لكم ان تتصوروا ذلك قلت اذا استثنيت الماتوني واحد من المجربين والفاتحي اكبر عنصر في المقابله كوكب الحسين 35 سنه وفات الحمادي وليركي نسبيا لاعب الوسط 29 سنه باقي اللاعبين شباب شباب وهذا سكيتو امامكم ابن فاس ابن اسره رياضيه صرفه شقيقه يعني طارق النجم الكبير سابقا في الكره الهولنديه والبرتغاليه وفي الفريق الوطني الكبار والشبان ولكن الكثير من الناس ما كيعرفوش ان الشقيق الاكبر ديال سكيتيوي لطفي سكيتيوي كان لاعب مهاري رائع صانع العاب من طراز رفيع لعب في الفريق الثاني العاصمه العلميه للمملكه الوداد الفاسي
وطلب ويدو انذاك في نهايه السبعينات القرن الماضي وبدايه الثمانينات، طلب ويدو المغرب فاز في قمه اوجه مع المدرب جون بيير كناير. الماسيا الماسيا حصل في ذاك الوقت، انما اصر بالبقاء داخل فريق الوداد الفاسي نهائي الى رياضي السيرفا. وحتى الان شقيق عبد العزيز كيتيوي طارق مشى باش ينقذ فريق الوداد الرياضي الفاسي في خطوه جريئه على اعتبار التصدع الكبير لفريق الوداد الفاسي. كره عند الحداد، ماذا سيفعل؟ شوف اش غيعمل، شوف اش غيعمل، شوف اش كيعمل. صعب 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 صعب. لما تكون كره عند اللاعب الحداد يمكن يخلق مشاكل كثيره. دفاع الخصوم، الحسنيه استيقاظات، الحسنيه استيقاظات. جمال العبيدي، جمال العبيدي يراوغش اللاعبين، الحكام يقول ضربه خطا. يمكن نقول هدف ديال التعادل ديال محمد طاووس ادخل بعض الشك في نفسيه بعض اللاعبين في فريق الوداد، والدليل هذه الاخطاء يمكن كان يمكن تجاوزها من طرف دفاع فريق الوداد. المئات من الانصار الوداد لا زالوا يتوافدون. يمكن نقول الان 25000 متفرج، لما نقول اكثر، يؤثرون الفريق من ضمنهم تقريبا 2000 او 2500 متفرج من انصار فريق الحسنيه. 1-1 في هذه المقابله، 30 ثانيه تصل نهايه اللقاء، فيما نترقب باي سيناريو ستنتهي هذه المقابله، باي سيناريو ستنتهي هذه المقابله. راسيه ديال السعيدي تمشي من جهه عند ليركي، انما القلعه الحمراء صامده. من جديد كره للحسنيه، محاوله التمرير، الحكم يقول تسلل، الحكم يقول تسلل. العطوشي، العطوشي قريب له ياسين كردي، ياسين كردي مر عن صلاح الدين السعيدي. الان شوف كيلعبوا بديفونس افونسي، كيلعبوا بدفاع متقدم. الحسنيه تنوع اساليب اللعب، تنوع من المقابله وتستفق على هجمات مباغته تمشي للوسط. انتهى الوقت القانوني، ضاف الحكم بجوج دقائق. السعيدي كيف سبيل الاهلي للوصول لمرمى الحارس فهد الحمادي؟ او جميله، النصير توصل، ماذا سيفعل؟ مرمى التمرير، الفكره كانت جيده، انما دار فانت كور، دار تمويه جسدي، انما شاهد، شوف 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 عبد الحفيظ دركي، عبد الحفيظ دركي، انما ريكوبيراتور سعيدي في المكان المناسب. مشى عند الان اصباحي يغير الوجهه، تمشي عند ياسين كردي، ياسين كردي مرر، انما بعيده، انما بعيده. والمؤكد الان، المؤكد، الوداد تجد صعوبه في خط الوسط، تجد صعوبه في خط الوسط. الحسنية تلعب باكثر عدديه في خط الوسط، هنا قوتهم الكبيره. قلت فريق يلعب باسلوب حلزوني يتمطط وينكمش حسب استراتيجي اللي رسمها المدرب عبد العزيز كيتيوي. بعض المدربين يعني يريدون ايامنا بان بعض خطط يمكن نقول عقيمه، نسمعوا جوج ثلاثة خمسة، جوج ثلاثة ثلاثة أربعة، هذه أرقام أنا شخصيا ما كتدخلش في دماغي. كاينة خطة ولكن ماشي بهذا العدد ديال الرقمية، وكأن في دروس ديال الرياضيات أو شيء من ذلك. صحيح كيكون ناسق لاعب، إنما الجهد كبير هو اللي اللاعبين في الملعب. كاينة خطة يمكن تنوضع على المدرب، ولكن ماشي بهذه الأرقام المخيفة، يعني وكأننا في دروس ديال الرياضيات أو الجبر أو ما شابه ذلك، وليس في مجال كرة القدم اللي هو مجال الإبداع. و 70% من السيناريو اللي يمكن يحدث في المقابله هو بين وسط بين اقدام اللاعبين. على هذا موضوع اخر، موضوع اخر، كره للوداد، شاهد ياسين كردي يمرر زاويه سادسه، زاويه سادسه تجيب على بعد تقريبا 20 ثانيه من جوج دقائق الوقت البديل اللي فرضوا حكم المقابله. ساديه زاويه مقابله، زاويه واحده للوداد، كره للوداد زاويه. وهذه المره رضا الهجوج هو اللي كيتولى تنفيذ كل الكره الثابته. رضا الهجوج، ارتقاء لفهد الحمادي، كان فهدا مرة أخرى، أنقذ المرمى. والحكم عادل زرق كان عادلا، 10/10 لحكم المقابلة، يرسل اللاعبين لمستودعات الملابس. المقابلة الأقرب للمرمى هو الوداد، ولكن